لا تحدد المصادر مكان وتاريخ مولده، ولكنها تؤكد أنه اسم تخلده ذاكرة التاريخ العماني الإسلامي، تابعي من دهاة العرب، وقائد محنك، وسياسي فذ، وفارس شجاع، ساد بحكمته وبلاغته وسياسته وعلمه وجوده، ولم يتأت ذلك له من بعيد، فوالده أبو صفرة زعيم قومه، اسم له وقعه في وفد عمان لمبايعة أبي بكر الصديق وتعزيته. أبو صفرة الذي شارك في بدايات الفتوحات يرى في ابنه المهلب صفات الفارس المقدام، فيشركه في معاركه وهو في مطلع العشرينيات من عمره، فيقود المهلب جيشا معظم رجاله من الأزد إلى بلاد ما وراء النهر، ويغزو كابل، ويشارك في فتوحات لاهور وسمرقند وبخارى، ويتقلد ولاية مكران ثم السند فخراسان. وقبل وفاته سنة 82 للهجرة بمرو، يجمع أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة أبناءه ويستخلف عليهم ولده يزيد الذي أقره الحجاج بموافقة الخليفة عبد الملك بن مروان على تولي خراسان. يترك المهلب ذرية رجالا يواصلون حمل لواء العز والسؤدد، كما يترك هند بنت المهلب الفقيهة الورعة تلميذة جابر بن زيد وزوجة الحجاج الثقفي إلى أن ساءت علاقته بالمهالبة، وتقرر هند الاستقرار في آخر عمرها في عمان حيث إخوتها ودار أبيها وجدها، لتفخر بها المرأة العمانية. ويترك المهلب سيرة شامخة في سفر التاريخ العماني تحمل اسمه إلى آخر الزمان.